ميدان الشعب، حيث مشاهدينا الكرام نستكمل انطلاقات ثاني أيام هذا المهرجان هنا على أرضية هذا الميدان. والشوط هو الشوط الرابع عشر، وهو الخاص باللقاية الأبكار المحليات الأصايل، والمسافة 5 كيلومترات. على بركة الله نسير ونتابع الأسماء جديدة على المركز الأول. محمد بن مصبح بن عيسى الغفلي من يتابع البداية ويتابع صدارة هذا الشوط. المركز الثاني، ثاني المراكز من الجانب الآخر، وتابع التقدم وتابع تواجد الأسماء هناك. من حاف ظاهر بن يمع بن حارب المهيري مع المركز الثاني والمركز الثالث، ثالث المراكز من الجانب الآخر مطرة سعيد بن سالم الخلفان هناك الاكتبي على المركز الثالث والمركز الرابع. تقدم هناك مشاهدينا الكرام اليافل عبيد بن سالم بن سيف الراشدي مع المركز الرابع والمركز الخامس، خامس المراكز هناك تقدم جبارة. مبارك بن محمد بن ناصر الغفراني المري مع المركز الخامس. هكذا النتيجة للخمسة المراكز المتقدمة والمتحدية في هذا الشوط، ولكن نعود مع البداية ونتابع شديد مع المركز الأول. محمد بن مصبح بن عيسى الغفلي من يتابع البداية ويتابع صدارة هذا الشوط. المركز الثاني هناك من حام ظاهر بن يمع بن حارب المهيري مع المركز الثاني والمركز الثالث، تقدم الأسماء وتقدم اليافل مع المركز المركز الثالث. هناك عبيد بن سالم بن سيف الراشدي مع اليافل مع المركز الثالث، ولكن دخول من الجانب الاخر الشاهنيه عبد الله بن راشد بن كشيب الشامسي مع المركز الرابع والمركز الخامس. خامس المراكز تقدم جبار مبارك بن محمد بن ناصر المري. هكذا النتيجه للخمسه المراكز المتقدمه، ولكن البدايه البداية وين؟ مع المركز الأول، شديدة مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. محمد بن مصبح بن عيسى الغفلي مع البداية مع صدارة هذا الشوط. المركز الثاني، ثاني المراكز الشاهنية عبد الله بن راشد بن كشيب الشامسي مع المركز الثاني والمركز الثالث. الله يا الدخول من هناك، هجير تتقدم هناك. عبد الله بن سيب بن معضد المشغوني قادم بتحدياته، المشغوني على المركز الثالث والمركز الرابع. هناك من حاف ظافر هناك ظاهر بن يمعة بن حارب المهيري والمركز الخامس، خامس المراكز من الجانب الاخر. هناك الله يدخل، هناك اليافل عبيد بن سالم بن سيف الراشدي مع المركز الخامس. هكذا الاسماء المنطلقه، ولكن البدايه مع الغفلي، مع الغفلي على المركز الاول شديده. محمد بن مصبح الغفلي من يتابع البدايه ويتابع صداره هذا الشوط. ثاني المراكز الشاهنيه عبد الله بن راشد بن كشيب الشامسي مع المركز الثاني والمركز الثالث. هناك دخول الهجير عبد الله بن سيب بن معضد المشغوني قادم مع هجير، قادم من ميدان سويحان للمشاركه هنا في هذا العرس التراثي على ارضيه ميدان اللبسه. ولكن اتابع الاسماء، رابع المراكز هناك تقدم اليافل عبيد بن سالم بن سيف الراشدي مع المركز الرابع والمركز الخامس. هناك الهبة بأول ندى أحمد بن مبارك الخيالي مع المركز الخامس. هكذا الخماسية الماسية التي تنطلق بناموس هذا الشوط، ولكن الهبة، ولكن البداية شديدة، ولكن شديدة هي المسيطرة. الموقف شديد مع محمد بن مصبح بن عيسى الغفلي من يتابع هناك شديدة مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط. يمني هالي السوار بانتزاع ناموس هذا الشوط. ركز 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 يا الغفلي مع شديدة مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. المركز الثاني، ثاني المراكز هناك من تتقدم
الشاهني عبيد بن راشد بن كشيب، الشامسي مع المركز الثاني والمركز الثالث. الله يا هجير، الله يا هجير، عبيد بن سيب بن معضل المشغولي وبالوحوش يتابع ايضا هذه الانطلاقه. على المركز الثالث والمركز الرابع، الله يا الهجوم من نهب، اسهيل بن سيب بحقب، الشامسي قادم مع المركز الرابع والمركز الخامس، المركز الخامس، الله الله، هناك تحية لمحظة، وصلت محظة، سلطان بن عبيد الكعبي واصل مع محظة. مع المركز الخامس هكذا النتيجة، ولكن البداية 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 شديدة، البداية شديدة مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط، محمد بن مصبح بن عيسى الغفلي، من يتابع البداية ويتابع صدارة هذا الشوط، يلا يا ابو الوحوش، يلا يا ابو الوحوش. على المركز الثاني هناك أيضا هجير، هناك هجير عبد الله بن سيف المشغوني مع المركز. مع المركز الثاني والمركز الثالث من الجانب الآخر تقدم الأسماء، هناك طموح سالم بن شاسب وخليفة المسافري مع المركز الثالث، ومن الجانب الآخر من الجانب الآخر هناك دخول وتواجد نهب اسهيل بن سعيد بحقب الشامسي مع المركز الرابع ومحظة خامسا مع الكعبي. ولكن نشوف اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة شديدة شديدة على المركز الأول وعلى صدارة هذا الشوط، محمد بن مصبح بن عيسى الغفلي مع البداية مع المركز الأول مع المقدمة. الله يا ابن الوحوش، تحرك هناك بن الوحوش، حرك هجير، حرك هجير، هناك عبد الله بن سيف بن معضد المشغوني بمتابعة بن الوحوش، ولكن بن جاسم، بن جاسم مع طموح سالم بن جاسم وخليفة المسافري مع طموح على المركز الثاني، غيرت مع البداية اللحظات الأخيرة، الموقف خطير، الموقف خطير، هجير 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 إلى سويحان، إلى سويحان، الله يا هجير، هجير مع البداية، هجير مع صدارة هذا الشوط، عبد الله بن سيف بن معضد المشغوني، سلام السويحاني، سلام على هذا الأداء. شكرا يا أبو الوحوش، شكرا يا أبو الوحوش على هذه المتابعة المميزة لهجير ثانينا والناموس عبد الله بن سيف بن معضد المشغوني المركز الثاني، طموح سالم بن جاسم وخليفه المسافري، والمركز الثالث نهب سعيد بن سعيد بحقاب الشامسي، والمركز الرابع، المركز الرابع محظه سلطان بن عبيد بن محمد الكعبي، والمركز الخامس، المركز الخامس هناك نهايه علي بن سعيد الرايحي على خامس المراكز. هكذا النتيجه وهكذا كان التحدي، واستطاعت هجير ان تنتزع ناموس هذا الشوط، عبد الله بن سيف بن معضد المشغوني تهانينا والناموس وسلام يا مدينه الثلاث على هذا الاداء المميز. التوقيت الزمني ساعه وصول هجير الى خط النهايه بتحديات اهالي سويحان وتحديات ايضا المهرجان هنا الذي يحمل اشاره ممتاز وانطلاقته المميزه. شكرا للجان العامله على هذا المهرجان الحادي عشر هنا على أرضية هذا الميدان، 7:58 وفاء وتماما وكمالا. تهانينا والناموس هناك يا سلطان عبد الله بن سيب بن معضد المشخوني على فوز هجير بالمركز الأول. المركز الثاني التوقيت الزمني لطموح 8:01. تهانينا والناموس سالم الجاسب وخليفة المسافري، والمركز الثالث، المركز الثالث نهب سعيد بن سعيد بحقب الشامسي 8:07 من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.